أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تستعد قوات النخبة اليمنية للانقضاض على ميليشيا الحوثي في معقلها السيطرة على مدينة صعدة شمال اليمن. كشفت مصادر عسكرية عن تشكيل قوة خاصة للسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في إطار التحضيرات الحاسمة لاقتحام مدينة صعدة. قالت مصادر أمنية إن 7 جنود عراقيين قتلوا عندما حاول انتحاري التسلل إلى مقر أمني قرب مدينة ميجي الشمالية، حيث يتحصن تنظيم داعش في مناطق جبلية قريبة. وكان قد هاجم نحو 5 أشخاص المجمع الذي تتمركز فيه قوات من الجيش والشرطة. قتل 2 من رجال الأمن المصري في هجومين منفصلين بشمال سيناء. ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على شرطي بمدينة العريش قبل أن يلوذوا بالفرار، وأضافت أنه تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى العسكري. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر بما وصفه بالقرار الحكيم لزعيم كوريا الشمالية بتأجيله قرار إطلاق الصواريخ قرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، وأضاف أن البديل كان سيصبح كارثي وغير مقبول. أفادت تقارير إعلامية بريطانية عن دوي انفجار قوي أدى إلى حريق هائل قرب مطار ساوثنت بلندن، فيما هرعت فرق إطفاء إلى مكان الحادث بدون ورود تفاصيل عن وقوع ضحايا إلى الآن. قالت الأمم المتحدة أن متمردي فارك بكولومبيا سلموا أكثر من 8000 قطعة سلاح ونحو 1,300,000 طلقة ذخيرة، بالإضافة إلى مقابل ذلك مقابل 10 مقاعد برلمانية في إطار عملية نزع السلاح بعد عقد اتفاق سلام مع الحكومة التي اكتملت رسميا تحت إشراف الأمم المتحدة بنقل آخر شحنة من الأسلحة من معسكر فونيسكا في إقليم جواجيرة. رد رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف على قرار المحكمة العليا بإقالته بتهمة الفساد مطالبا بمراجعة قضيته. وفي الالتماس المطول الذي قدمه لمراجعة قضيته فند فريق شريف القضائي 19 نقطة تطعن في حكم المحكمة، وقالوا إن الحكم تشوبه أخطاء خرجت إلى السطح. أعلن بيل غيتس المشارك لشركة مايكروسوفت خلال تقديمه وثيقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.